قبائل ومولودية الجزائر المختصين في منافسة السيد الكأس ابتداء من الساعة 4:30 عصر اليوم بملعب مصطفى تشكر بالبليدة على لقب الطبعة 50 من كأس الجمهورية أو كأس الجزائر لكرة القدم في نهائي غير مسبوق ونتيجة غير محسومة. التفاصيل مع حسام زووي. تحسبا لنهائي السيدة كأس الجمهورية الذي سيجمع هذا المساء بين اثنين من أقطاب كرة القدم الجزائرية شبيبة القبائل ومولودية الجزائر، الجماهير العريضة المساندة للفريقين بدأت العرس منذ الساعات المبكرة لنهار اليوم، وذلك بالتوافد القوي على ملعب مصطفى تشاكر بالبليدة الذي اكتسى حلة جديدة تحسبا وهذا الموعد الكروي الذي يشد أنظار ملايين الجزائريين من عشاق المستديرة. هي تحفة فنية اتخذتها مدرجات ملعب مصطفى تشاكر عنوان لها، وبصنع اللاعب رقم 12 الذي ظل يصنع الفرجة طيلة ساعات الصبيحة. الساعات الأولى التي تسبق موقعة تشاكر عرفت كذلك توزيعا محكما من طرف رجال الأمن وكذا المنظمين، وذلك من أجل حماية أنصار الفريقين وإنجاح العرس الكروي منذ ساعته الأولى. هو إذن عرس كروي خالص في انتظار أن يستكمل طيلة أطوار المباراة وكذا بين أرجل اللاعبين. وبخصوص الأجواء بملعب مصطفى تشاكر بالبليدة، قبل ساعة فقط من بدء المباراة سجل حضور غفير لمناصري كل من فريق مولودية الجزائر وشبيبة القبائل في أجواء جد حماسية للظفر بلقب الطبعة 50 من كأس الجزائر لكرة القدم في نهائي غير مسبوق ونتيجة غير محسومة. كما شهد الملعب تعزيزات أمنية بحضور كثيف لعناصر الأمن ضمانا لإنجاح هذا العرس الكروي الخاص بنهائي كأس الجمهورية والذي يجمع بين مولودية الجزائر وفريق شبيبة القبائل. هذا وتوافد أنصار فريق شبيبة القبائل على مدينة الورود البليدة منذ الساعات الأولى من صبيحة اليوم لحضور اللقاء النهائي لكأس الجمهورية أمام الغريم مولودية الجزائر. وخبر الشباب القبائل سبع نجوم اليوم، وقولوا المولودية يسمحوا لنا ندينا لاكوب، قولوا المولودية يسمحوا لنا ندينا لاكوب باسكو حنايا ما تجيناش الداكا، حنا داو لاكوب. ناجية السماء المولودية خوا خوا. صاحبي خويا وليد الجزائر ساسي بورتيجياسكا الله غالب. الدم صفر يا خو، ان شاء الله نربحوا كل ميور كان يا خو. ان شاء الله نربحوا اليوم، جينا من تيزي وزال باش نربحوا، ان شاء الله نربحوا ثلاثة وراكم نديوها، ان شاء الله نزيو كاع الشعب الجزائر ومولودية وجاسكا خوا خوا. إي كابيلي كابيلي زاهية اليوم، إي كابيلي كابيلي زاهية اليوم. من جهتهم أنصار مولودية الجزائر أقبلوا بقوة على الملعب لحد الساعة، رغم أن ملعب تشاكر شرف على الامتلاء كما أظهرته الصور التي نقلناها لكم. ديال الجزائر حاجه نجاوب الحاجه واش تقول لنا الله. انا من لا بوينت بيسكاد ونسيبورتي المولوديه ديال الجي، في المولوديه ديال الجي، في المولوديه ديال الجي. ما جيتش للستاد، جيت نكاميري المولوديه ونعاود نولي الخدمه. وسان باولو ان شاء الله نفرحوها، هذه هي حاجه واحده اخرى. ان شاء الله انا ماذا بيا نربح، وهكذا وما نساش ولاد حومتي ولاد المراديه معروفه. اسلم
واش باين هادوما كاع الشعب يحكموا بلوديا وموالفين بلي في الغاد وان شاء الله يبارك الغاشي اللي جا اليوم الليله ولي جوا ان شاء الله يبارك. على جال مولودي هكذا اخو جيت على جال امام كاع ولاد حومتي انا جاي جاي من فرنسا على جال مولودي هكذا من البارباس ياك خو من البارباس جاي ديريكت شاري بي باش نهبط نشوف مولودي ونعاود نطلع بالسم هكذا اخو ومولودي بارتو يا اخو يا اخو جايين احنا 12 جايين احنا 12 واحد في الطياره ياك ياك هكذا جايين احنا 12 واحد في الطياره كاع مولوديا جايين من لندن جايين من المان جايين باريس جايين جايين كاع على جال مولودي. النساء الجزائريات يشاركن الجزائر كل الأحداث التي تعيشها حيث لم تختفي المرأة الجزائرية ولم تخفي حماسها وتشجيعها أمام مولودية الجزائر أو لشبيبة القبائل في نهائي كأس الجمهورية حيث أبدت النساء رغبتهن في التواجد داخل الملعب والتشجيع من المدرجة. التفاصيل في هذا التقرير للياقوت صرغردوي. كرة القدم وحمى نهائي كأس الجمهورية تجتاح شوارع وأحياء الجزائر، كل يشجع فريقه بطريقته. هذه الفرحة والحماس لم يستثنى منها الجنس اللطيف، حيث تنتظر المرأة الجزائرية النهائية بفارغ الصبر وتشجع فريقها بكل حماس رغم قلة ثقافتها الكروية. وي نشوفوا شوفوا في الدار اون فامي وكامل مولودية تحية مولودية. الحاجة عاجز بار 3 بيوت انا ما دابينا 3 بيوت صافا بيوت بيان سور نعرف من بابري شكون اللي تعرفي؟ لا جو فوا مي جو كوني با بيان لي جوار جي اس كا يا مولودية وي ما نعرفهمش مي سي سيتي ا شوازيغ يخيل جي اس كا واسمو دجال دجال ان شاء الله تربح جي اس كا مولوديا مولوديا هتعرفي انا ما نعرفهمش بصح نحب مولوديا باسكو هي اللي هايله وتربيت مع مولوديا ملي كنت صغيره ونحبها كاع لي فامي. ورغم ان التواجد النسوي في الملاعب الجزائريه منعدم الا انهن ابدين رغبتهن في التواجد في المدرجات للتشجيع. مادا بينا نروحوا مي اون با سو بريفيليج في بلادنا شويه ما المراه ما تروحش للستاد حنا مادا بينا نروحوا نشوفوا عندنا دي زيكيب لي سوبورتيوهم حنايا ان شاء الله اختي ان شاء الله نشوفوها بارتو في الستاد سوبورت ليكيب تاع لا فيل تاعها. المراه هي نصف المجتمع واساسه فلها الحق ان تشاركه كل الاحداث بحلوها ومرها. إذن حظ موفق نتمنه للفريقين، المهم هو التحلي بالروح الرياضية مهما كانت النتيجة. في الشأن الرياضي دائما كشف وزير النقل عمار غول أن كل التدابير والإجراءات لنقل المناصرين إلى البرازيل تم اتخاذها على جميع المستويات كالنقل الخدمات والإيواء. أكثر تفاصيل في ميكروفون من المجرم. الدولة الجزائرية اتخذت كل التدابير والإجراءات باش مناصر الخضر بإذن الله سيتنقلون إلى يعني البرازيل في كل أريحية وسوف يكون تأطيرهم يعني قبل الذهاب وتأطيرهم أثناء تواجدهم بالبرازيل وأعطيت كل التسهيلات وستكون الخدمات إن شاء الله في المستوى اللائق. هذا يعني اللي راه معمول به إن على مستوى يعني النقل تاعهم أو على مستوى يعني كذلك الخدمات أو على مستوى يعني كذلك إسكانهم وإيواءهم كل هذا يعني راه متكفل به في إطار يعني ملف شامل. وبخصوص ملف رخصة السياقة قال وزير النقل عمار غولي تلفزيون النهار أن ملف الرخصة موجود في المرحلة النهائية على مستوى المطبعة الرسمية وفق المعايير والمواصفات التي حددت من طرف وزارة النقل وكذا وزارتي أو وزارة التفادي من كل التزوير أو لتفادي أقول كل أشكال التزوير. اليوم قلت أن الملف على مستوى المطبعة الرسمية على مستوى المطبعة الرسمية، المطبعة الرسمية رخضت كل إجراءات باش يعني أن هذه الرخصة بإذن الله تكون وفق المواصفات التي حددت من طرف وزارة النقل ووزارة الداخل والجامعة المحلية وكل مصالح الأمنية وكل قطاعات أخرى حتى يعني فعلا أننا نضمن تأمين
هذه الوثيقة، وكذلك نضمن كذلك فيما بعد كل ما يخص هذه الوثيقة لما يتم تداولها. قال الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين عبد المجيد سيدي سعيد أنه من الممكن جدا تطبيق زيادات الجديدة في أجور هذا العام. وقال سيدي سعيد على هامش مراسم الاحتفال بعيد العمال اليوم أن إلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل وإعادة تعريف الأجر القاعدي ينتج عنه زيادات هامة قد تطبق هذا العام. وكان الرئيس بوتفليقة أمسي قد أكد أن منظومة الأجور ستشهد زيادات جديدة، وذلك على إثر إلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل. Le 87 bis, la décision a été prise par le président de la République sur proposition de la tripartite que nous avons tenue le 23 février. Il l'a dit dans sa lettre adressée le 24 février aux travailleurs. Il a encore confirmé l'annulation de l'article 87 bis dans sa lettre du 1er mai aux travailleurs. Je pense que les choses sont très claires. Il n'y a plus lieu de spéculer ou de déranger les travailleurs. Maintenant, il y a la mécanique à mettre en route pour mettre le nouveau SNMG pour qu'il puisse permettre aux travailleurs de bénéficier d'un revenu assez conséquent et d'un SNMG Safik Meghroub Larbi. Il y a une autre chose. هذا وحضر مراسم الاحتفال بعيد العمال اليوم بمقر الاتحاد العام للعمال الجزائريين بأول ماي بالجزائر العاصمة عديد الشخصيات السياسية على غرار الوزير الأول عبد الملك سلال وعبد العزيز بالخادم إضافة إلى لويزا حنون. الأمانة الوطنية والأمانة العامية للفيدرالية وفوز مرشحنا رغم ما دبر من بعض من البلاد. اللهم اجعل فضل ما قرأناه وارحمنا. إلى ذلك قامت مصالح ولاية غردية بمناسبة عيد العمال بتكريم عدد من عمالها المتقاعدين بشهادة ممضية من طرف وزير المجاهدين، وذلك في احتفال بقاعة المحاضرات بولاية غردية، في حين استفاد 29 عاملا بمختلف البلديات والدوائر ومقر الولاية عبر قرعة نظمت بالمناسبة من عمرة اعترافا بالمجهودات التي يبذلها العمال في سبيل استمرارية مؤسسات الدولة. بالمقابل أعرب كل العمال عن سعادتهم بهذه الالتفاتة الطيبة. شعور لا يوصف يعني، ولا الفرحة عشت فرحتين يعني، فرحة الدار والعمرة يعني شيء لا يوصف. كعامل من عمال الجزائر ونذكر الدولة الجزائرية وبارك الله فيكم وشكرا. يشكل العمل قيمة إنسانية يعيش فيها المرء شريفا ونبيلا، كما أن العمل هو كرامة للإنسان. والعمال في مختلف مواقع عملهم بولاية أم البواقي على سبيل المثال يحافظون على ما تحقق من مكتسبات، بينما آخرون وغيرهم كثر ممن فقدوا مناصب عملهم بل وفقدوا حتى طعم الاحتفال بعيد العمال. في حين يفتخر عمال بسطاء بمهنهم فهم فقراء لا يهانون في عملهم لما تقتضيه عليهم طبيعة العمل. تقرير رشيد مقدم. العمل كرامة الإنسان، والعمل أن يعيش المرء شريفا كريما نبيلا. وهذا الإسكافي عمي عمار القاطن ببلدية الضلعة فقير لا يهان في عمله ما دام مخلصا صادقا لمهنته. وقياسا بحال العمال الذين فقدوا مناصب عملهم جراء غلق المؤسسات الاقتصادية، فذاك الشاب الربشي الساكن بمدينة مسكيانة يتمنى أن يبعث مصنع النسيج الإيلاتكس المغلق من جديد، وأن يحتفل يوما بعيد العمال الذي غاب عن مسكيانة لعدة سنوات. لو برومي ماي عندنا ياسر ما احتفلنا، ما درناش الاحتفال به في مدينة مسكيانة. اشتقنا ان نديروا حفل واحتفال بون عيد العمال. كنا بكري نحتفلوا بعيد العمال في مصنع النسيج اللي قفلوه مسكر. والعامل قد يتحول لا محال الى كائن مطيع في سبيل عمله. والعينه من مستشفى الدكتور صالح زرداني بعين البيضاء عمال الصيانه بعيون ساهره يحافظون على المكتسبات. هذا شيفت سيرفيس تاعنا يعطينا المهام تاعنا نقوموا به ونحافظوا ديما على المؤسسه تاعنا، ونتمنى تكون احسن مؤسسه
عندنا المسؤول تاعنا ثاني يعاوننا بزاف خلاص، نتمنوا له كل خير وان شاء الله تكون المؤسسه تاعنا ديما مليحه. وفيما تشكل كرامة الإنسان شرطا أساسيا من مبادئ العيش في الحياة، الإنتاج والعطاء الجاد لكسب قوت الحلال. هذا والحمد لله رانا نخدم، رانا واقفين على المزرعة تاعنا باش نحافظ على الخبزة تاع أولادنا، ورانا نعرقوا عليها هاكم تشوفوا، هذا عرقنا باش نديروا لاجورني تاعنا حلال لأولادنا ناكلوهم احنا الحلال. وخلاصة القول أنه ينبغي على أصحاب العمل ضمان حقوق العمال ومساعدتهم في عملهم لأداء واجبهم، فالله عز وجل خلق الإنسان وبعث فيه قابلية العمل حتى لا يهان. عينة ذلك بولاية بشار عم محمد حداد توارث عن أبيه حرفة الحدادة، حيث اتخذ من الثروة الباطنية مادة لصنع الأسلحة إبان الثورة التحريرية، وحرص على نقل هذا الإرث لأبنائه ليكتسبوا الحرفة بعده. تقرير وردة أقشيش ونور الدين مزري. لا يزال عمي محمد الملقب بالمريبح والذي تجاوز العقد السادس من عمره يزاول مهنة الحدادة التي أحبها منذ صغره، وارثا إياها عن أبيه الذي لقنه كيف يتعامل مع الفحم الحجري ليصهر الحديد ويصنع منه حتى السلاح التقليدي أيام ثورة التحرير. هذا تعلمناها من الوالد الله يرحمه، خدموا المنادف، خدموا المزابر، خدموا الخدامة، خدموا السلاح، السلاح تجيب عليه خدمها لك جويجة تاع البارود اللي نقرا في كل وقت فراسة راني نخدم ونقرا. بمحل طوبي لا يوحي لك بأنه ورشة حدادة وبأدوات مبعثرة بكل عفوية، وورشة لم يعد سقفها يوفر الوقاية من الشمس، يزاول عم محمد رفقة أحد أبنائه عمل الحدادة، المهنة المبنية على الفحم الحجري المستخرج من باطن الأرض، ليتحول إلى مقصد لأصحاب الشاحنات والسيارات النفعية ومستعملي المكيفات المائية. نديرو غير باطري، بطارية تاع سيارة نديرو فيها بيك، نعلقوه يولي لنا لداخل فيه النهار ونخدمه. هاد المادرة نتاع الشربون رحنا نجيبوها من مدينة العبادلة، حوالي البعد نتاعها حوالي واحد 50 كيلومتر، وندخلوا الغار يقول لها غار منونات. ولا يعكر صف عمل عم محمد إلا وضعية ملكية ورشته التي يرغب في تسويتها لإعادة بنائها وفق مقاييس تضمن له تطوير حرفة الحدادة وتجهيزها بآلات حديثة لتكوين شباب بلدية القناتسة، فهل ستستجيب السلطات؟ سياسيا، كشفت لويزا حنون الأمينة العامة لحزب العمال في لقاء خاص لتلفزيون النهار أنها التقت برئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة يوم أدائه لليمين الدستورية، وقد دام اللقاء حسب حنون 40 دقيقة بدعوة من الرئيس حسبها، حيث تناول أهم الأحداث في الساحة السياسية. لويزا حنون أكدت أيضا أنها اقترحت على الرئيس تنظيم انتخابات تشريعية مسبقة لتحسين التركيبة السياسية في الجزائر، وضرورة الذهاب نحو برلمان يضمن التمثيل الحقيقي للشعب. كشفت تسريبات إعلامية أن أحمد أويحيى مدير ديوان رئاسة الجمهورية يوجد في رواق جيد ليترأس جولة المشاورات السياسية الجديدة، وحسب موقع كل شيء عن الجزائر فإن أويحيى سيقود اللجنة المكلفة بصياغة مشروع تعديل الدستور التوافقي الذي أعلن عنه الرئيس بوتفليقة غداة أدائه اليمين الدستورية. من جهته أكد وزير الدولة ومستشار الرئيس عبد العزيز بالخادم أن هناك تعديلا واسعا للحكومة أملا بأخذ المطالب المرفوعة خلال الحملة الانتخابية بعين الاعتبار، خاصة فيما تعلق بإشراك وجوه شابة في مناصب بالحكومة. سمية سماش وكمال جفال رصد التالي. أكيد أن فيه بعض الأحزاب التي